بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو: ردود وتعليقات على استفسارات مربيين الأرانب. عندي نشرة من الحاج محمود أبو سمرة بتقول: المربي اللي بدأ بعدد صغير لا يتجاوز 5 أمهات وذكر، دايما أسئلته كتير ومهتم جدا، عشان كده ده اللي بينجح وممكن يستمر. غير المبتدأ اللي داخل بصدره ده بقى يتخاف عليه وبعد شهرين بيصفي. طبعا الرأي ده رأي مربي أرانب مخضرم في المجال، أؤيده تماما وعاصرت ذلك فعلا في زياراتي لبعض المزارع أيام اشتغالي في السنوات الماضية. سؤال تاني بيقول سؤال للنقاش: هل يصح أنه عندما ترش أحد المبيدات الحشرية لمكافحة الجرب والحشرات تنزل مضاد سموم في مياه الشرب لحماية الأرانب من التسمم بهذا المبيد، أم أن هذا الكلام خطأ، وما هي حقيقة الأمر؟ نحن في انتظار تعليقاتكم. طبعا رأيي أن الوقاية خير من العلاج. كيف تكون الوقاية بعد نشرك السموم وعلمك بها في جميع الأنحاء خاصة الأرانب والمعالف؟ مفروض المربي عارف الغلط فين يتلاشاه. يعني ما تيجي تطهر بديازينون بالرش بتطهر العين بتاعت الأرنب المصاب، بحيث ان الرش ده لا يجي على وجه الأرنب ولا يجي على المعلفة، وبذلك طبعا انت تتلافى انك تحط مضاد سموم. سؤال تاني بيقول: السلام عليكم، عندي النتايات اللي بسيبها إحلال 4 شهور بتعدي 3 كيلو، ينفع ألقحهم؟ طبعا أدام عدت 3 كيلو لازم ندخلها تتلقح، وإلا هتتعرض بعد كده للتلبس. آسف. سؤال تاني بيقول: لو سمحتم، كنت سامعة حد بالجروب بيحط وجبة جزر وبطاطا، صح الكلام ده؟ طبعا الموضوع ده بيرجع لمدى معرفة القائل بتربية الأرانب. إذا كان عنده معرفة خلفية مسبقة هيعرف طبعا إن إذا كان الأرانب ده موضوع مشروع، ما ينفعش معاه بقى البطاطا والجزر والكلام ده، عايز عليقة متوازنة ومتكاملة اللي هي العليقة المكبوسة. في سؤال تاني بيقول: تحذير هام لا تحقن الأم كالسيوم طالما بترضع كويس، نزل الأسباب للنقاش. طبعا هو المغزى من حقن الأم بعد الولادة بالكالسيوم ده بيتم لتوالي عمليات التلقيح والولادة ورا بعض، فطبعا دي بتستهلك الأم وبتضعفها، فاحتياطيا بعد المجهود اللي كان في الحمل وبعد الولادة هتدخل على مرحلة رضاعة، يعني برضه عاوزة مجهود تاني وغذاء تاني، فبتحقنها أول يوم مضاد حيوي، تاني يوم 2 سم كالسيوم تحت جلد الرقبة عشان تقدر تستمر في رضاعة الخلفة. سؤال تاني بيقول: السلام عليكم، يا ريت اللي عنده فكرة عن كيفية تقليل الرطوبة في العنبر يقول لي، أنا جربت الجير المطفي ومش كافي، العنبر مساحته 200 متر
طبعا هو التخلص من الرطوبة ده بيجي بعدم ترك مياه في أرضية مكان التربية، في مية في مكان في الأرضية أو في بول تواجده فترة، ده بيزود الرطوبة. فطبعا بتحاول تزيل المياه والبول ده مع عدم كتم الهواء بالعنبر، لكن مع عدم ترك فرصة لوجود تيار هواء مباشر على الأرانب. وإلى هنا، إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد، وتقبلوا سلامي وتحياتي.